كان ليه تفكير مختلف شويه في الترتيبات للسفر الى الاسكندريه. النهارده الفريق ما اتمرنش في القاهره، لا اتجمع حوالي الساعه 3 العصر في مقر النادي الاهلي بالجزيره، اتجه على طول بالاتوبيس والحافله الى الاسكندريه وفطر الفريق في اسكندريه في مقر للاقامه. وكمان يا امير بعد ما عمل كده حدد بقى ميعاد التمرين في الملعب الفرعي لبرج العرب في نفس توقيت مباراه المصري بالتاكيد بكره ان شاء الله. وقبل التمرين بالمناسبه كان في محاضره كمان من موسيماني مع اللاعبين، واكيد في تواجد الجهاز الفني المعاون، وكلام على مباراه المصري وكيفيه مواجهه هذا الفريق ونقاط القوه والضعف. وبالمناسبه فريق المصري فريق قوي جدا، عندهم كمان معين الشعباني مدرب عنده خبرات كبيره ومميزه جدا، مش اول مره يلاعب النادي الاهلي بالمناسبه، الراجل لاعب الاهلي كتير وهو على القياده الفنيه او على راس القياده الفنيه لفريق الترجي التونسي، تفوق في بعض المباريات والاهلي تفوق في مباريات اخرى، فبالتالي المباراه هتكون قويه جدا. فالمحاضره اكيد تم التركيز فيها على بعض النقاط المهمه اللي تتعلق بفريق المصري، وهي بالمناسبه كمان كانت محاضره فيديو يا محمد قبل المران مباشره اللي انطلق بالظبط الساعه 9:30، وهو على وشك الانتهاء، يعني اكيد المران مش هيكون طويل لان احنا عارفين المران اللي بيبقى قبل اي مباراه بيبقى خفيف وبيبقى فيه زي تراي ماتش كده. موسيماني اكيد هيستقر على التشكيل بشكل او باخر، كلها امور اكيد فنيه ومتعودين عليها بشكل كبير، ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. بس في نقطه ايجابيه، معين الشعباني في مواجهاته دايما مع بيتسو موسيماني الانتصار والصداره او الفوز بيبقى في صالح بيتسو موسيماني. طب دي حاجه كويسه، حاجه كويسه يعني سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي. فنتمنى ان شاء الله ان النقطه الايجابيه او النقطه التاريخيه دي يعني كانت تكمل مع بيتسو موسيماني ان شاء الله في المباريات القادمه. ومش عايز اقول بقى يعني بيتسو موسيماني تسبب في رحيل مدربين كتير يعني. منهم معين الشعباني يعني هو تسبب في رحيله عن الترجي، الله اعلم بكره ممكن يتسبب في رحيله عن المصري ولا لا، بس يمكن طبعا معين الشعباني السنه دي مع المصري عمل نتائج مميزه في الكونفدراليه بالتاكيد، ويمكن خلاص تاهل لمرحله الدور ربع النهائي وعنده مباراه صعبه جدا مع نهضه بركان المغربي. فمعين عنده خبرات افريقيه ولكن الخبرات المحليه ومع المصري في الدوري العام النتائج طبعا نتيجه ضغط الماتشات، والمصري ما عندوش خبرات اللعب في البطوله الافريقيه مع الدوري، دي ممكن برضو يكون سلاح ذو حدين. لكن بغض النظر عن كل ده دايما مباريات المصري والاهلي بتبقى مباريات ممتعه طبعاً سواء بحضور جمهور او حتى بدون جمهور. اكيد بتبقى مباريات صعبه. توقعاتك ايه هي الماتش ده بكره؟ لا الاهلي هيكسب، توقعات وامنيات. اكيد طبعا هي امنيات دايما الاهلي ان الاهلي يكسب ويتفوق في اي مباراه. لا الاهلي هيكسب ان شاء الله الاهلي يكون الفريق المصري ضغط المباريات الافريقيه والمحليه وفي غيابات مش هيقدر يوصل للمراحل النهائيه مع الدوري ويقدر يؤدي بنفس الشكل اللي بدا بيه الموسم. خلي بالك بالمناسبه هو مع بدايه الموسم برضو النتائج في الدوري ما كانتش قويه قوي، تعادلات كتير، بعض الهزائم، ثلاث انتصارات فقط للمصري حتى الان في بطوله الدوري. واضح ان معين الشعباني مركز اكتر على الكونفدراليه، لكن في كل الاحوال مباريات الاهلي بالنسبه للمصري بورسعيد وبالنسبه لمعين الشعباني ليها حسابات خاصه ومختلفه جدا، وهي مباريات قمه في كل الاحوال انك تلاعب النادي الاهلي، فاكيد هتحاول تبذل كل ما في وسعك عشان تقدر تعمل مباراه كبيره. وانت قدامك القايمه كده لو عايز